تيست مرحبا بكم مشاهدي متابعي شفتي في البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. كما كنعرفوا طرف الخبز صعيب بزاف، والإنسان باش يسامح في مدينته، يسامح في وليداته في دارو ويجي يخدم في واحد المدينة اللي ماشي مدينته، صعيبة بزاف، خصوصا تابعوا الكرة تابعوا شحال من حاجة. هذا الإنسان عنده ربعة الوليدات، خدام على ربعة الوليدات، خلى مدينته وجا كيخدم هنايا لظروف واسباب ديالو هو اللي غادي نتعرفوا عليه اكثر من خلال هذا البث المباشر. هكا سيدي، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واخا سيدي عاودينا، زعما علاش خليتي وليداتك وخليتي دارك وجيتي خدمتي؟ حيت فقدت العمل ديالي وانتي وجيت للمدينه هذه، جيت خدمت مع واحد السيد، ولكن العمل اللي كنت خدمت معاه وداك الشيء ما كان كيعطينيش حاجه قليله، ما غتقدمي لا انايا حتى حتى تقد ولادي تا هما باش يعيشوا معايا، فهمتي؟ هي هذيك. وانا نديت واحد الفكره انني ندير بائع حر، فهمتي؟ كندير تجاره حره على قد الحال، فهمتي؟ كل مره اش كنبيع. المهم الاسباب اللي جابوك للمدينه هذا؟ اه الاسباب اللي جابوك للمدينه؟ اسباب كنقلب على لقمه العيش، فهمتي؟ باش نعيش انا ولادي، فهمتي؟ حتى فقدت العمل ديالي كما قلت لك. اربعة الوليدات وانا فقدت العمل ديالي والحمد لله. المهم درت التجاره هذه فهمتي، المهم كل نهار ورزق والحمد لله، كنحمد الله ونشكره كيف كان قليل او هذا. في 2023 عاد تنقول لك 2023 وربعة الوليدات مصروف ديالك. نعم. وانت راه وانسان عاب وحده وقاصها عليه وتحت ربعة الوليدات، فهمتي؟ راك عارف دابا المعيشة غالية وكل شيء، دابا راك انت عارف كل شيء، فهمتي؟ والانسان كاري ماشي زعما السكونة ديالو ربما، فهمتي؟ انا يكون هني من الكرا، يعني كيخلص الكرا، كيخلص المسائل ديالو، فهمتي؟ وكيعيش على قد الحال. المهم الحمد لله، الحمد لله. انا كنقول الله ما هكذا، ولا تسمد يدك لعباد الله ولا تكون سعاي، اللهم فهمتي؟ فهمتي؟ الكرامه هي كل شيء. اه عبدي شنقول لك انا من حبي قريت حتى الكاتريام يعني اعدادي، يعني فهمتي؟ ولكن الكاتريام ديالكم انتم في وقتكم في واحد الوقيته الباك عندنا حنا دابا. اي فهمتي انت، فهمتي؟ والحمد لله احنا دابا الحمد لله عايشين ومضربين على الوقت. كيفاش المعيشة في مدينة جديدة؟ مدينة جديدة، مدينة جميلة، فهمتي؟ جميلة، فهمتي؟ والمعيشة واش نقول لك، بحال أي مدينة في المغرب. غلاء المعيشة راك عارف، فهمتي؟ فهمتي؟ فهمتيني؟ واش نقول لك؟ شحال كاري؟ الكاري هنايا ولا اللي كاري لهيه؟ كاري لهيه. أه؟ هو لهيه كاري ب 1000 درهم. او هنايا كاري ب 250 درهم، كاري بيت بوحدي. تكون عندك كلش. هذه ديال الكرا. البائع المتجول كتوفر لك هذا المدخول هذا. وكتقاتل وكتقشف، كدير تقشف، فهمتي؟ فهمتي؟ كدير تقشف يعني ما كتاكلش كيف الناس، كتاكل شي حاجه باش تخلي الدراري تا هما ياكلوا، فهمتي؟ فهمتيني؟ وكتحاول باش تخلي باش ما تحاسبش على مول الكرا، خاصك تخلي تخلي الكرا ديالو، فهمتي؟ وشنقول لك؟ دابا الا قلنا لك زعما الا قلنا لك شنو هو المطلوب ديالك الا رجعت لكازا، شنو هي نوع الخدمه اللي باغي دير؟ انا ما عنديش مشكل، يكون عمل، فهمتي؟ يكون عمل ديال راك عارف يكون فيه الحلال وصافي، فهمتي؟ فهمتي؟ والانسان اللي تخدم معاه تا هو يتهلا فيك وكذا، بغى يخليك باش تغلب على الوقت كما يقولوا، صافي هادشي لك. واخا المعيشة في مدينة أزمور كي جات؟ المعيشة في مدينة أزمور كاينة قوة؟ واش نقول لك؟ المعيشة مزيانة.
كمل لي يا خويا كمل لي. فهمتي كتبت بان المعيشه، المعيشه راه مزيانه عايشين الحمد لله فهمتي. انسان عايش. فهمتي شنو الطلب طال النمره ديالك باش الناس يعاونوك الناس فهمتيني يفتحوا لك هذه المجالات؟ عاودي ما كرهتش انا شي عمل اللي يكون فهمتي اللي نستقر فيه ونعيش فيه باش نعيش ولد الوليدات وصافي. هادشي اللي كاين هادشي اللي كنطلب انا ما كنطلبش شي حاجه كثيره. شحال النمره ديالك؟ انا النمره تاعي 06 16 37 18 55. يعني مشاهدي ومتابعي شوف تي في كنتمنى منكم تعاونوا هذا السيد اللي خالي مسكين يعني محتاج انه تعاونوه. وراء النمره ديالو راه هي 06 16 37 18 55 06 16 37 18 55 هذه هي النمره ديالو. ونتلاقاكم في بث مباشر اخر في امان الله. الى